مرحبا. تيحل علينا اليوم بطل مغربي. ابدع تميز وتحدى جميع الظروف باش يحقق الحلم ديالو. هذا البطل دار رياضه الباركور سنه 2006. توج بطلا للمغرب عده مرات وتم تاهيله لبطوله العالم. شارك في العديد من الانتاجات السينمائيه من بينها فيلم بارا مع الفنان العالمي محمد قيسي. وشارك كذلك في مجموعه من البرامج التلفزيه العالميه كجزيرة الكنز و النينجا وورر. وهو ملقب بنينجا المغرب. اكيد غتكون عرفتو. هذا البطل المغربي هو مهدي مسعيد. معروف الاخ في المغرب بزاف وعنده جمهور كبير كثير ويستاهل كل خير خاطر دا البطوله المغرب ودا البطوله تاع افريقيا ديال الباركور غادي يمشي ويدير البطوله العالم. مهدي مساعد من مواليد 1992 في خيبر صالح، بطل افريقيا في رياضة الباركور، مشارك في برنامج نينجا واريو بدولة مصر، كما شارك كذلك ببرنامج جزيرة الكنز وبطولة فيلم سينمائي للمخرج العالمي محمد قيسي بارا. وتنطلبوا من البطل ديالنا يتفضل لنا المنصة. نعطيو واحد الكلمة للبطل ديالنا. شكرا. السلام عليكم. اصبح لي راه تنحشم بزاف. اول شيء شكرا للجمعية المنظمة على هذه المبادرة الطيبة، وشكرا للحضور الكريم، شكرا للصديق والاستاذ البطل سعيد شاكر والمناجر ديالي سي حسن، حتى هما عدلتو معايا باش يجيو. الصراحة شيء ايجابي انكم تتكلموا على الابداع، حيت قليل كنت تنشوفوا شي ندوات او لا حلقات يهضروا على هذا الموضوع هذا. وكيشرفني يكون واحد من ضيوف الشرف، بصح تيشرفني. بغيت نقول لكم عاوتاني شكرا وتبارك الله عليكم. وهو الابداع ماشي شي حاجه سهله، حيت صعيب باش تلقى شي واحد مبدع، والاصعب هو انه هذاك الانسان اللي تيكون مبدع تتلقى الناس باش يشجعوه باش يوصل للهدف ديالو، وهذا هو اللي تنفتقروا ليه في هذه البلاد. تنتمنى ان شاء الله الجهات المكلفه تبقى ترد البال لهذا الشيء، والابداع ما تيجيش ما بين ليله ونهار، تيجي من بعد بزاف ديال التمارين، من بعد بزاف ديال الاعوام، حيت خاصك تعرف اشنو تتبدا اولا اشنو الموهبه اللي عندك. انا ملي بديت هاد الرياضه دوزت بزاف ديال الرياضات، درت تايكواندو، درت الفول كونتاكت، درت الجيمناستيك في 2004،
هو في لقيت راحتي وعرفت راسي باللي غادي نقدر نلاقي شي حاجه. من بعد بعدت من الجيمناستيك دخلت الباركور. الباركور هو اللعبه الوحيده اللي انني قدرت نستمر فيها لمده ديال 12 عام، وماشي سهل بانك تستمر 12 عام وتكون راسك براسك وتوصل راسك براسك واي حاجه خاصك ديرها لراسك، ماشي سهل. المهم بغيت نقول لكم من هادشي كامل، هو اللي عنده شي حلم يحاول يحقه يحطه قدامه ويجري موراه. والله المعين، تبارك الله عليك. شكرا للبطل ديالنا، وكنشكروا على الحضور ديالو والصبر ديالو معنا. اخذوا ومن يعني الرسم غادي نعطيه الكلمه فعجاله واحد جوج دقائق يوصف لينا هاد شرح لينا هاد اللوحه. شكرا. اول حاجه نرحب مهدي المساعد. على اي حاولت انني نمزج بين البورتري كلاسيك والبورتري معاصر في اللوحه، على اي بعجالة جدا، انا حاولت انني نضغط الاتجاه ديال البطل في الموهبه ديالو، وحاولت اني نعبر عن طريق لو جورنال عن طريق الشهره اللي حاز بها وتنهنئو تبارك الله عليه. وهذه رساله لكل انسان، انه راه لا بغى يوصل الانسان شي حاجه فقط بالصبر والعزيمه والاراده يقدر يوصل ليها، وهذه المساله هذه ما توصلش بسنة أو سنتين بل بمدة طويلة إن شاء الله. وتنتمنى التوفيق لكم كامل إن شاء الله. وكنادي على سي عادل جويمع باش يسلم واحد تروفي للأساتذة اللي شاركوا معنا في المدرسة.